احنا فاتحين هنا المكان من 91، وانا من الصغر وانا في المهنة، يعني المهنة دي ابا عن جدا، وواقفين معايا كل اللي موجودين معايا في المحل اولادي. بنعمل لكل موسم يعني محتويات شغله. احنا بنستعد قبليه، يعني بنبتدي اللي احنا نظبط في بضاعة ومحتويات الشغل والكلام دوت، وحجز زراعة وحجز مع شركات ومع صوب وكده، بنبتدي من شهر قبلها بشهر، اللي احنا بنبتدي اللي احنا نعمل التجهيزات كلها على اساس اي حد يطلب طلب، لان احنا لنا موقع ولنا صفحة وكده. ما ينفعش حد يطلب طلب ونقول له مثلا مش متاح مش موجود، لازم اي حد بيطلب طلب لازم طلب يكون موجود. بنعمل صناعي وطبيعي ومجفف وجميع انواع النباتات، يعني كل حاجه بتخص الزهور بنعملها. في زبون بيكون هو مثلا حاجه تقعد عنده على طول، وفي زبون بيحب مثلا الحاجه الطبيعيه بيقول لك مثلا بيبقى ليها بهجه وفيها روح وكده. فبننزل برضو حاجات مستورده، حاجات جايه من كينيا وحاجات جايه من هولندا، وفي حاجات سواب، يعني بيبقى عندنا حاجات كتير. عملنا حاجات كتير، يعني احنا عندنا افكار كتير بنعملها، وعندنا مثلا مصانع بنتعامل معاهم، احنا بنديهم الافكار بتاعتنا بالنسبه للبوكسات والحاجات اللي احنا بنشتغل عليها، وبيعملوا لنا الحاجات اللي احنا مصممينها. وفي طبعا حاجات اللي هي الهندات وبتاع، بندخل برضو الشكلة فيرولوجي والشوكولاتات المستوردات والحاجات دي، يعني بننزل بكذا حاجة على اساس كل واحد مثلا بيكون مثلا ليه طلبه، وكل واحد ليه ذوق معين. طبعا في حاجات على هيئة بيانو، وفي حاجات على هيئة جيتار، في اشكال كتير. فطبعا بس الاقبال بيكون مثلا على الحاجات الطبيعية. في وردية مثلا ب10 جنيه كده، يعني احنا عندنا برضو بلورات، عندنا اشكال تانية هدايا، كمانجات بتاع مش عارف ايه. انا عندي بوكسات بتبدا مثلا من 100-150، وبيكون عندنا برضو عندنا جميع الدبات اللي هي طالعه وبتاع، البندات والحاجات ديت كلها برضو بنجيبها.